بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسعدني في بداية أن أنقل لحضراتكم تحيات الدكتور أيمن عمالة محافظ سوهاج. لكنا متفقين أن نبقى مع بعض النهاردة، إنما عندنا مؤتمر تاني في ضيوف في القاهرة فهو بيعتزل، إنما كان بيسعده أن يكون موجود معاكم النهاردة. وبشكر الدكتور صفا محمود سيد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب لدعمه ليكوا ودعمه للأنشطة الطلابية خلال الفترة اللي فاتت والفترة اللي جاية إن شاء الله. وبرحب بأستاذتنا الأستاذة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض ووكيل وزارة التمريض بوزارة الصحة، وبنشكرها على حضورها بينا، وبنشكرها كمان إن هي استجابت لدعوة الطلاب، ودي حاجة يعني عظيمة بنقدرها وبنشكرها عليها. زي ما قالت، الدعوة ما جاتش من المحافظ أو رئيس الجامعة، إنما جات من الطلاب، وكونها تلبي دعوة الطلاب فده تأكيد على إيمانها بقضية التمريض وقضية إزاي نحسن من أدائنا في التمريض. فبنشكرك وبرحب بحضرتك يا دكتورة كوثر. دكتورة سامية الأخت العزيزة وعميد كلية التمريض، بشكرك على دعمك وعلى دورك في النهوض بالكلية وعلى دعمك المستمر للكلية وعلى احتضانك لأبنائك الطلاب وعلى هذه الروح اللي بنشوفها في الكلية. والحقيقة أنا يعني بغير أحيانا من حب الطلبة لعميد الكلية، صدقوني بحس إن فعلا المفروض كلنا الطلبة دول أولادنا إخواتنا. أنا شخصياً بحب أبقى قريب جداً من الطلبة، وعلى طول مراحلي من ساعة ما دعيت معيد وأنا قريب جداً من الطلبة، وبحب فعلاً أسمع للطلبة وألبي طلباتهم، وبتمنى يكون عندي من الوقت إن أنا أسمع لكل طالب وألبي له وأحل له مشكلته. ولكن دايماً خليكم فاكرين إن أنا معاكم وجنبكم، وإذا كان مكتبي صعب إن توصلوا له فأنا موجود معاكم في الكلية، ممكن توصلوا لي عن طريق الدكتوره ساميه. لو في اي حاجه انا هبقى سعيد ان انا ابقى وسطيكم والبي احتياجاتكم. بشكر الدكتوره غنى على دورها في شؤون الطلاب وكيل الكليه شؤون الطلاب، وان شاء الله يعني انا يعني عندي امل كبير جدا زي ما انتم عارفين ان كليه التمريض بتعد الان للاعتماد، واحنا ككليه كجامعه بندعم هذا التوجه بكل ما نملك وكل متطلبات الاعتماد، واي حاجه تطلبها الدكتوره ساميه نحن سنلبيها فورا للدكتور. هذا المؤتمر الطلابي الثاني، المؤتمر الطلابي الثاني لطلاب التمريض، حقيقه يعني بادره ممتازه جدا وبادره جيده جدا ان يبقى عندنا جمعيات علميه لكليات الطب والصيدله والتمريض. وانا حاسس فعلا ان انا من ساعه ما جيت الجامعه من شهر تقريبا وفي نشاط ملحوظ وباين لهذه الجمعيات، حضرت اكثر من فعاليه ليهم، وده حاجه فعلا اسعدتني. انا زي ما قلت دايما بدعم النشاط الطلابي والعمل الطلابي، وارجوكم دايما تعلموا ان الجامعه مش بس انك انت تاخد شهاده اكاديميه وعلشان تشتغل بيها بعد كده في اي مكان في السوق، لا، الجامعه بتحاول انها تبني كيان متكامل للطالب ليس مجرد شهاده اكاديميه. علشان كده بدعوكم كلكم وكل طلبه الجامعه انها تهتم بالانشطه وتشارك في الانشطه المختلفه. الانشطه دي مش معموله علشان تضيع وقت ولا عمليه مش محسوبه، لا، الانشطه دي الهدف منها انها نسخ مواهبك ومهاراتك مش بس على الجانب الاكاديمي، على الجانب الانساني والاجتماعي، علشان بعد كده لما تنخرط في سوق العمل تبقى قادر على انك تتعامل مع اللي حواليك، وتبقى قدرت تبني شخصيتك في الاربع سنين في الجامعه او الخمس سنين في الجامعه بحيث تطلع قادر على مواجهه سوق العمل وتبقى انسان ناجح في سوق العمل. بدعوكم دايما كلكم للمشاركه في الانشطه اللي احنا بنعملها. احنا عندنا دعم متميز للانشطه الطلابيه، وانا بعاوز اطمن الدكتوره ناديه وبشكرها بالمناسبه
دكتوره ناديه ان احنا الجمعيه العلميه المصريه هنرعاها تماما، واي دعم محتاجينه كجمعيه من انشطه شؤون الطلاب رعايه شباب من كل الحقيقه لما نتكلم عن المؤتمر والرؤيه المستقبليه للفريق الصحي فانا فعلا زي ما الدكتوره كوثر قالت عنوان المؤتمر عنوان متميز. انا عندي ما زلت عندي قناعه ان احنا محتاجين نشتغل كويس قوي على الفريق الصحي، والجميل في العنوان نتكلم على الفريق الصحي مش بنتكلم على امانه التمريض او مساعده التمريض، لا، لان فعلا التعامل مع المريض لازم يكون من خلال فريق مش من خلال طبيب او مساعد تمريض او تمريض او فني اشعه او خلافه. لازم يكون فريق متعاون، كل واحد فينا عارف دوره ايه بالظبط وامتى يتدخل. لازم يكون في تعاون على المستوى الانساني وعلى المستوى المهني وعلى المستوى التقني. علشان كده انا بحييكم على اختيار العنوان، وعندي امل كبير جدا ان شاء الله ان في المؤتمر بتاعكم ده تخرج منه توصيات اتمنى ان تكون قابله للتنفيذ، وان يحدد فيها بالظبط من الجهات المسؤوله عن التنفيذ. انا راجل من كليه عمليه زيكم بالظبط وعملي جدا، وبحتاج فعلا الحاجات تتنفذ بشكل عملي وسريع. فاتمنى تكون عندنا توصيات قابله للتطبيق، محدد فيها رئيس الجامعه دوره ايه، الكليه دورها ايه، نقابه التمريض دورها ايه، وزاره الصحه دورها ايه، علشان ومين اللي هيتابع الكلام ده علشان نقدر ننفذه. وان شاء الله اتمنى ان احنا لما نقعد مع بعض مره ثانيه يبقى عندنا اجنده واضحه، المؤتمر اللي فات عملنا فيه ايه ونفذنا فيه ايه وما نفذناش فيه ايه وما نفذناش ليه ومين المسؤول. واتمنى لو في اي حاجه مطلوبه من الجامعه انا تحت امركم، وبنساعد بقدر ما نستطيع اللي في ايدنا كله هنعمله علشان نلتقي بيكم ونلتقي بمهنة التمريض. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.